السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله كلكم بخير. معكم أخوكم علي من قناة دارك جيمنج تي في، واليوم نشرح لكم تحديات الأسبوع الخامس. هنا طبعا 7 تحديات، راح أشرح لكم تحدي تحدي إن شاء الله، وبترككم هلا مع الفيديو. بس قبل ما أترككم، أتمنى إذا حابين تتعبوني ماديا استخدموا كودي بالأيتم شوب AKOO، يكون دعم جدا أسطوري لإلي، خاصة إنه من 1000 مشترك ما عندي غير 6 داعمين فقط. فبتمنى انه العدد يزيد حتى يوصل لعشرين ثلاثين داعم 40 داعم، فبكون دعم جدا اسطوري. وشكرا لكم مقدما لكل شخص حيستخدم كودي. وخلونا هلا نبدأ بشرح التحديات. ورجعنا لكم شباب. مطلوب مننا التحدي الأول من التحديات السبعة، إنه نفتح 7 صناديق في مدينة الرمال المتعرقة. بترككم مع الفيديو التوضيحي كيف تسووا هذا الشيء. أما التحدي الثاني شباب، مطلوب من انك تجلد 3 أو تذبح 3 بمنطقة ريترلو. والتحدي يعني مرة سهل، كل عليك انك تنزل مدينة ريترلو وتجلد 3 وبيخلص معك التحدي. الشباب بالنسبة للتحدي الثالث، مطلوب اننا نستخدم سلاح الفليرجن، هو سلاح ذاك اللي ضافوه الايتم اللي بيولع نار، تمام، اللي ترميه تلاقيه بالارض او ممكن تلاقيه بالشستات حتى. انك المهم التحدي بطلب من انك تستخدم هدول الايتمين بمدينة ميستي، تمام، او المروج الضبابية بالعربي. فالتحدي يعني مرة سهل، انك كل عليك تلاقي هدول الايتمين واستخدمهم بهذه المنطقة. بس ما عندي بعرف اذا بجيم واحد او اكثر، والله ما ادري. هلا خلينا ننتقل للتحدي الرابع. والتحدي الرابع معنا مطلوب اننا ننزل بمنطقة باليخت ونضل اخر 25 او توب 25. وفي طريقة او جليتش فينك تلعب جيم تيم رامبل وتكمله طبيعي، يعني ما في داعي انك تعمل شيء، لعب تيم رامبل خلص الجيم. بس كل اللي عليك انك تنزل باليخت تيم رامبل وتضل لحد ما الجيم يخلص وبيخلص هيك معك التحدي، او توصل توب 25 بالباتل رويال بعد ما تنزل باليخت. وخلونا هلا ننتقل للتحدي اللي بعده. والتحدي السادس معنا شباب، مطلوب اننا نسوي ترقية للسلاح بالينابيع المالحة. فكل اللي عليك انك تنزل ينابيع المالحة وتاخذ اي سلاح وتعمل له ترقية. وكمان بترككم على كل الأحوال مع الفيديو التوضيحي لتفهموا كيف تسوي هذا الشيء. بالنسبة للتحدي السابع شباب، مطلوب مننا نجمع الحلقات الطاقة ذيك اللي نزلت بليزي ليك ونزلت كمان بليزنت بارك، هي كمان حتنزل هذا الأسبوع بس بالكومات البخارية. فأنا ما رح أعرف الأماكن أماكنهم إلا لما ينزلون، او راح ننزل فيديو منفصل ان شاء الله عن وين اماكن هذه. ان شاء الله بينزل بعد الفيديو هذا على طول بيكون نزلت التحديات. فبترككم هلا مع التحدي الاخير. التحدي الاخير مطلوب اننا نفتح 7 صناديق رصاص بمنطقة الاسطول الصغير. فهذا هو مكان على الخريطة، تفتح بس عليك 7 صناديق رصاص بيخلص معنا التحدي. وطبعا شباب انا لاحظت انه الاسبوع الاول والثاني والثالث وحتى الرابع وحتى الخامس التحديات متشابهة بشكل مو طبيعي، بس اللي عم يختلف شايفه هو المناطق. فما بعرف انا ليش ايبك جيمز قاعدة تسوي هيك، واصلا ما اتوقع انه التحديات عاد تجيب مشاهدات مثل الاول، لانه ما عاد فيها تعقيد، صارت يعني سهلة وكل التحديات متكررة، يعني متكررة كلها، بس المنطقة اتغيرت بكل الاسابيع، يعني التحديات نفسها بس المناطق اتغيرت. وهيك شباب انا بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى اذا حدا حابب يسعدني ويدعمني
يستخدم كودي بالايتم شوب AKOO واشترك بالقناة. وخلينا نوصل لهذا الفيديو 50 لايك، خلينا نشوف بيوصل 50 لايك ولا مستحيل. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.